غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن. أعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. اللهم اجعل علومنا وأعمالنا خاصة لوجهك الكريم، وارزقنا تطبيقها والعمل بها على النحو الذي يرضيك عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الاسم ضربان، نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر. نعم شيخ حمد. نعم. ومعرفة وهي ستة: الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم أو بارز، وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي، ولا فصل. نعم. ولا فصل في مكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية. نعم. وظننتكه وكنته برجحان. ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة. نعم. أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرز. ثم الإشارة وهي ذا للمذكر، وذي وذه، وته وتي وته، وتا للمؤنث، وذاني وتاني للمؤنث بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولئ لجميعهما. والبعيد لجمعهما شيخي، وأولئ لجمعهما. لجمعهما. والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا. ثم الإشارة وهي ذا للمذكر، وذي وذه، وته وتي وته، وتا للمؤنث، وذاني وتاني للمؤنث بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولئ لجمعهما. والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته هاء التنبيه. جزاك الله خيرا. ثم جزاك الله خيرا الشيخ محمد، حياكم إن شاء الله. حياكم. سنقرأ الشرح ثم نعقب عليه ونترك المجال للتطبيق. دكتور رشاد موجود معنا اليوم؟ نعم. تفضل دكتور رشاد، اقرأ الشرح جزاك الله خيرا. الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. المفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، وللمفرد المؤنثة عشرة ألفاظ
خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي وذه بالإشباع وذه بالكسر وذه بالكسر وذه بالإسكان وذات وهي أغربها وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة كقولك ذات جمال أو بمعنى التي في لغة بعض طيء حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها أي التي أكرمكم الله بها فلها حينئذ ثلاثة استعمالات وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وته بالإشباع وته بالكسر وته بالإسكان وتا ولتثنية المذكر ذاني بالألف رفعا كقوله تعالى فذانك برهانان من ربك وذين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين ولتثنية المؤنث هنا في إشكالية طبعا الشاهد الذي جاء به هنا الشاهد على الاسم الموصول وليس على الاسم الإشارة هذا سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله تفضل ولتثنية المؤنث ثاني بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان وهاتين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين هنا لا الأفضل أن نقول كقوله تعالى حكاية عن الرجل الصالح أو سيدنا شعيب إحدى ابنتي هاتين نعم. ولجمع المذكر والمؤنث أولئي قال تعالى وأولئك هم المفلحون وقال تعالى عن حكاية عن لوط سيدنا لوط هؤلاء بناتي وبنو تميم يقولون أولي بالقصر أولى بالقصر وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بها التنبيه جوازا تقول جاءني هذا وجاءني ذا ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف إما مجردة من اللام نحو ذاك أو مقرونة بها نحو ذلك نحو ذلك وتمتنع اللام في ثلاث مسائل إحداها المثنى تقول ذانك وتانك ولا يقال ذلك ذاني لك ولا تاني لك الثانية الجمع في لغة من مده تقول أولئك ولا يجوز شو بعد أولئك ومن قصره قال أولئك الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك ولا يجوز هذاك ولا يجوز هذلك الموصول بس يكفي جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله تكون هذا المتن يكون يعني واضحا ولا يحتاج كثير شرح نريد يعني أن نذكر ما أغفله المصنف في هذا الباب دقيقة إذن بدأنا منذ فترة بالحديث عن المعارف ذكرنا أول نوع من أنواع المعارف الضمائر وفصلنا فيها القول ثم الدرس الماضي كان عن اسم العلم
اليوم جاء دور اسم الإشارة. أولا اسم الإشارة هو كما يعرف اسم معرفة يستخدم للإشارة، يستخدم للإشارة. الإشارة قد تكون حسية وقد تكون مادية، يعني قد تحرك يدك مع الإشارة، وقد تكون إشارة حسية إلى شيء سبق. قوله تعالى مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذه الحروف هي ما صيغ منها أو ما اجتمع منه الكتاب القرآن المعروف. فإذا الإشارة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. ذكر المصنف هنا أن اسم الإشارة اسم معرفة باتفاق ينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مشار إليه مفردا أو مثنى أو جمعا. هذه الأقسام الثلاثة سندرسها اليوم، وكل منها ينقسم إلى قسمين، إما مذكرا أو إما مذكر أو مؤنث. بعد ذلك عرج على وضع المشار إليه إذا كان قريبا من المتكلم أو بعيدا أو في مرحلة وسطى بينهما. الحين نبدأ بالمذكر. اسم الإشارة المذكر كما قال لفظة واحدة هي ذا. الأصل في اسم الإشارة نقول ذا، اسم إشارة مبني على السكون. طبعا ما يهمنا أكثر شيء هو الإعراب. ماذا نعرب اسم الإشارة؟ الأصل اسم الإشارة يعرب حسب موقعه من الجملة، وغالبا ما يكون مبتدأ، لأنه غالبا اسم الإشارة تأتي في أول جملة. فنقول مثلا هذا عمي، هذا أبي، هذا خالي، هذا أخي. واضح؟ الأصل أن تقول هذا كتابي، هذا بيتي، هذا شيخي مثلا، هذا وإلى ذلك. فالهاء إذا دخلت عليه التنبيه، طبعا هناك نبين أنه في ألف مد بالألف تلفظ ولا تكتب، هذه نسميها بالقرآن الألف الخنجرية. ها ها تنبيه حرف لا محل الإعراب. الإعراب لاسم الإشارة نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون مثلا في حرف مبتدأ. لو قلت هذا شيخي، شيخي خبر مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم كما مر معنا سابقا، منع مزول اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وياء المتكلم ضمير متصل في محل رفع، عفوا في محل جر بالإضافة. إذا هذا أسهل شيء اسم الإشارة للمذكر عندي ذا. بعد ذلك المؤنث، ذكر المصنف 10 أسماء، 5 تبدأ بالذال و5 تبدأ بالتاء. فنحن المشهور عندنا يعني في القرآن كله جاء عندنا هذه بالكسر وليس بالإشباع، وعندنا تلك. تلك قال أصلها تي بالإشباع ثم حذفت الياء من أجل التقاء الساكنين، بسبب التقاء الساكنين. هذا أظن كل ما ورد في القرآن هذه وتلك. والحديث مشهور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل على السيدة عائشة ويقول كيف تيكم، كيف تيكم، هذه اسم إشارة للمؤنث تي. وعندنا مثلا مشهور أحيانا تأتي كلمة هاتيكا، هاتيكا كما سيمر معنا، تي دخلت عليها الهاء ودخلت الكاف. الكاف ننطق بها في البعد أو التوسط، اللام مشهورة هي للبعد، ولكن إذا دخلت الهاء لا تدخل اللام. طيب إذا لا نريد أن نفصل القول في أسماء الإشارة كما ذكر هو، لأن محل دراستنا هي المستعمل، نريد أن نركز النظر على المستعمل. يعني هذه أسماء الإشارة التي ذكرها لم يأتي بأمثلة عليها، حتى يعني للأسف المفروض يعني بالشواهد يكون هناك أمثلة، سنأتي ببعض الأمثلة إذا أمكننا ذلك. عند إعراب اسم الإشارة أيضا للمؤنث، يعني الإعراب لذي أو تي، الهاء هذا تبي حرف لا محل من الإعراب. فلو قلت مثلا هذه صورتي، هذه مهنتي، هذه غايتي، أو هذه، واضح؟ نقول ها للتنبيه حرف لا محل من الإعراب. ذيه إذا قلنا بالكسر اسم إشارة مبني على الكسر، وإذا قلت هذه بالياء فنقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. فلو قلت مثلا هذه غايتي فنقول غايتي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ومنع مزول اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. هلا ماذا ورد عندنا من الشواهد على باقي الأسماء التي نشعر اليوم أنها غريبة عنا؟ مثلا قوله تا بالألف، هناك شاهد للحطيئة، تا
في قصته أو قصيدته المشهورة بعنوان قصة كرم، عندما يقول وقال بحقك لا تحرمه تل ليلة اللحمة، هذا الشاهد مشهور. بداية القصيدة بيقول وطاوي ثلاث عاصب بالبطن مرمل ببيداء لم يعرف فيها ساكن رسمة، رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما بدا ضيفا تشمر وتم، وقال يا رباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه تل ليلة اللحمة. تاء احذف تاء وضع معها كان هذه يصح المعنى، طبعا الوزن ينكسر ولكن المعنى يصح، نقول بحقك يا الله لا تحرم ضيفنا هذه الليلة اللحمة، أي لا تحرم اللحمة هذه الليلة. فهذا الشاهد نؤخره نعربه إن شاء الله في مجال التطبيق لأنه مهم جدا. إذن هذه أكثر الأسماء تداولا واستعمالا من أسماء الإشارة التي تستخدم للمؤنث. طبعا ذكر المؤلف جزاه الله خيرا كلمة ذات في لغة معطية تستخدم ذات بمعنى هذه، كما جاء بالشاهد الكرامة ذات وأكرمكم الله بها، الكرامة يعني هذه، أنا أقول ذات هنا بمعنى التي، أليس كذلك يا حمزة؟ نعم سيدي. أين الشاهد بالنسبة للإشارة؟ هذا الشاهد كأنه شاهد خطأ، يعني أتى به سهوا. ما أذكر يعني هو ذكر ذات أنه لها ثلاثة معاني، إما أن تأتي بمعنى صاحبة تقول ذات مال ذات جمال، أو تأتي ذات اسم موصول عند لغة الطيء كما مر معنا أو سيمر معنا الدرس المقبل، وكالتي أيضا لديهم ذات. أيوة هذه في الألفية. أما اسم الإشارة هما لم يأتي بمثال عليها أو شاهد، لذلك أنا أقول يعني ليس هناك طائل من التعب والتعنت في البحث أو دراستها إذا لم يكن لدينا شاهد من كلام العرب نقف عليه ونستشهد به. ننتقل الآن إلى المثنى. المثنى في المذكر نقول ذاني في حالة الرفع وذيني في حالتي الرفع الجر والنصب. طبعا بعض المعربين يستنتج من كلمة الشاعر من عندما قال في حالة الرفع أنه معرب، اتفق النحاة على أن المثنى من أسماء الإشارة موصول مبني، ولكن قالوا مبني على الألف والنون في حالة مبني على الياء والنون في حالتي النصب والجر، هذا الأفضل. مثلا جاء هذان الرجلان في حالة الرفع، الأمثلة سنؤخر الإعراب يعني حتى نطلع القاعدة، وتقول رأيت هذين الرجلين، مررت بهذين الرجلين، وكذلك نفعل مع المؤنث فنقول جاءت هاتان المرأتان ورأيت هاتين المرأتين ومررت بهاتين المرأتين مثلا. فلاحظ الألف تظهر فقط في كلمة هاتان وهاتين، بينما في جميع أسماء الإشارة ألف الهاء للتنبيه لا تكتب، تلفظ ولا تكتب. هذه ملاحظة مهمة من أجل الإملاء والتركيز عليها مع أطفالنا الصغار حتى ينشأوا يعني على لغة سليمة. طبعا اليوم في رسائل الواتساب نجد الكثير والكثير من الأخطاء التي لم تكن في أسلافنا من قبل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعد ذلك ننتقل إلى الجمع. الجمع عندي اسم إشارة وحيد هو أولى، إما بالقصر أو بالمد، إذا مددته قلت أولائي، فالقرآن استخدمه بالمد، وهو يطلق أو يستخدم مع جمع العقلاء فقط، مع جمع العقلاء، هذه ملاحظة مهمة، مذكرا أو مؤنث. فتقول مثلا جاء هؤلاء الرجال ورأيت هؤلاء الرجال ومرت بهؤلاء الرجال، وكذلك نقول جاءت هؤلاء النساء أو هؤلاء البنات ورأيت هؤلاء البنات ومرت بهؤلاء البنات. أما ما لا يعقل، هذه ملاحظة مهمة، عند الجمع إنه يعامل معاملة المفرد المؤنث، كل شيء لا يعقل عند الجمع يعامل معاملة المفرد المؤنث. أعطيكم مثالا ركزوا معي، هذا جدار نظيف، هذا اسم إشارة استخدمت للإشارة إلى الجدار لأنه مذكر ليس إنه عاقل،
ذال كل المفرد المذكر. هذا جدار نظيف، وأعربنا هذا مثال بسيط، نقول هذا التمييز ذا اسم إشارة مبني على السكون في معرفة المبتدأ، جدار خبر مرفوع عن رفع الضمة، نظيف صفة، صفة جدار مرفوع عن مثله عن رفع الضمة. الحين لو قلت لأحدكم حول هذه الجملة إلى مثنى ماذا نقول؟ نقول هذان جداران نظيفان. تقول في إعرابها هذان، هذا التمييز ذا اسم إشارة مبني على الألف في معرفة المبتدأ، جداران خبر عن رفع الألف لأنه مثنى، نظيفان صفة لجدارين أو جداران على الحكاية، مرفوع مثنى عن صفح الألف لأنه مثنى. الحين لو قلت حول هذه الجملة إلى الجمع لا نقول هؤلاء، وإنما نقول هذه جدر نظيفة، نقول هذه جدر نظيفة، أو يصح أن نقول هذه جدران نظيفة. لاحظ إذن جدار جمعه جدران أو جدر لا يعقل، عملته كمعادلة مفرد مؤنث كما أقول وردة جميلة من حيث ومن حيث استخدام اسم الإشارة. هذه ملاحظة مهمة جدا، هذه جدر أو جدران. إذا أردنا أن نعربها نقول ها للتنبيه حرف زمام حرف الإعراب، ذه اسم إشارة مبني على الكسر في حرف المبتدأ، جدر أو جدران خبر مرفوع عن رفع الضمة، ضاف نظيفة صفة جدر مرفوعة مثلها عن رفع الضمة. واضح يا شباب؟ هذا شيء ضروري جدا، يعني الملاحظات هذه وهم في أسماء الإشارة لابد من التركيز عليها. بعد ذلك عندنا حالة المشار إليه، إذا كان قريبا يجوز لك أن تقول ذا، ذا قلمي، ذا كتابي، ويجوز لك أن تدخل الها فتقول هذا قلمي، هذا كتابي. إذا كان بعيدا عنك المشار إليه تقول ذلك، ذلك بيتي. إذا كنت بعيدا عن البيت تشير لشخص إلى بيتك تقول له ذلك بيتي. هنا عندما أدخلت اللام امتنع إدخال الها، لا يصح أن ندخل الها، التنبيه مع اللام البعد لا يجوز. طيب عندنا حالة وسط، عندنا حالة وسط نقول ذاك، ذاك قالوا يعني حالة وسط، يعني ليس هو بالقريب وليس بالبعيد وإنما هو وسط بينهما، فنستخدم كلمة ذاك. لاحظوا عند الإعراب ماذا نعرب؟ إذا قلنا ذلك مثلا، ذلك بيتي، نقول ذا ولا تكتب، هذه من الأسماء التي الألف بعد ذال تلفظ ولا تكتب، هذه أيضا مهمة جدا للأطفال وللناشئين التركيز على هذه الكلمات. ذا اسم إشارة مبني على السكون في معرفة مبتدأ، اللام للبعد حرف لا محل إعراب، والكاف الخطاب أيضا حرف لا محل إعراب ليس ضميرا، ركزوا معي. بيتي خبر مرفوع عن رفع الضمة المقدرة على ما قبل يا المتكلم، منع مضوع اشتغال محل بالحركة المناسبة، ويعتبر متصل بالسكون في محل الجر بالإضافة. ورحت هذا الذي قلناه مع هذا ينطبق مع غيره من الأسماء، مثلا تقول تلك أصلها تي فتقول تلك، تلك الرسل، تلك أمة قد خلت من قبلها أمم، واضح؟ وكما قلنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم قال كيف تي، لاحظ تي اسم إشارة استخدم معه الرسول صلى الله عليه وسلم ضمير الكاف أو الحرف الكاف للإشارة إلى البعد، وربما هو ليس يعني بالبعيدة كثيرة ولكن للخطاب، يقول كاف الخطاب في حالة التوصل. وهناك من الأبيات الشعر استخدموا كلمة هاتيك، يقولون حطموا طاقات هاتيك الحياة، هاتيك لهذا التنبيه في اسم إشارة الآن سنعربها إن شاء الله، والكاف الخطاب. هو يقول ابن هشام يمتنع الهاء في ثلاث مواضع، ركز معي يا حمزة. الموضع الأول مع المثنى، المثنى مطلقا لا تدخل عليه، عفوا ملها اللام، اللام اللام تمتنع في ثلاثة مواضع. الموضع الأول مع أسماء الإشارة المثنى، فلا نقول ذانلك ولا تانلك ولا غيرها، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني مع أولئي بالمد، فلا نقول أولئلك، أولئلك
يعني لا تجتمع أولئك بالمد مع اللام، فاللام لا تدخل إلا مع الكاف. هذا الموضع الثاني. والموضع الثالث إذا دخلت هاء التنبيه على اسم الإشارة امتنع دخول اللام. فيصح لك أن تقول هذا ذا، أول وحدة ذا، ثم هذا، ثم ذاك، ثم ذلك، أو هذاك. أما نقول ها ذلك فهذا ممتنع. طيب الحين أنا أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة ستمر معنا اليوم بالتطبيق كثيرا. يا شباب، إعراب الاسم الواقع بعد اسم الإشارة هذا أكثر الطلاب. إعراب الاسم الواقع بعد اسم الإشارة، انتبهوا للقاعدة. القاعدة تقول الاسم بعد اسم الإشارة إن تم به المعنى فهو خبر، وإن لم يتم به المعنى فهو بدل. هاي لو اعتبرت الجملة مؤلفة عندي فقط اسم الإشارة والاسم الواقع بعده مثلا وكلمة أخرى مثلا، حتى يكون إذا اعتبرت بدل يكون هناك خبر. هذا الأصل، الاسم الواقع بعد اسم الإشارة، احفظوا هذه القاعدة واكتبوا عندكم. إن تم به المعنى فهو خبر، وإن لم يتم به المعنى فهو بدل. يعني هذه ترجع إلى نية القائل وإدراك السامع. يعني مثلا نأخذ مثال في قوله تعالى في سورة صاد: إن أخي له 99 نعجة. فلو أنا وقفت عند إن هذا أخي، هل نعتبر هذه الجملة كاملة تامة ونعرب أخي خبر؟ يعني هل الذين تسور المحراب ودخل على سيدنا داود، هل هدفه المتكلم أن يقول أن يعلم أن هذا أخوه، أم أن يعلمه أن هذا أخوه له 99 نعجة؟ يعني هنا السؤال، لابد أن نقف أن نتدبر المعنى جيدا. لو إنسان مثلا أنت تسير مع أخي، وقف شخص وسألك مثلا أو سلم عليك، سألك من هذا، تقول له هذا أخي. إذا هنا أنت تريد أن تقبله فقط هذا أخوك، كم الكلام. أما إذا يعرف أنه هذا أخوك فتقول له هذا أخي مثلا فلان، يعني عندك أكثر من أخ مثلا. أو لو فرضنا مثلا وجد صورته مشابهة لك، عرف أنه أخوك، ولكن عندك أكثر أخ تريد أن تعرفه بشكل، تقول له هذا أخي سعيد، هذا أخي مازن. واضح؟ هنا إذن لابد من التدقيق في المعنى، أهم شيء في المعنى. وهذا يمر كثيرا في الشعر، مثلا في بيت من الشعر يقول: هذه طرابلس تدعوكم لنجدتها، فشاطروها الأسى أو تفرق الإزم. فلاحظوا، لو وقفت عند هذه طرابلس، الهدف الشاعر يقول لك، يعرفه، يقول لك هذه طرابلس أنت لا تعرفه مثلا، أم يقول لك هذه طرابلس تدعوكم لنجدتها. يعني كأن الجملة طرابلس تدعوكم لنجدتها، فبدأ الشاعر بالتمهيد لاسم العلم باسم الإشارة. وضع الصورة. يعني هنا سيدي نقول طرابلس بدل. أيوة، أنا هكذا يعني أرى أنه هدف الشاعر أن يقول لك طرابلس تدعوكم لنجدتها، وكأن هذه يعني مثل اسم فعل، انظر طرابلس تدعوكم لنجدتها، ونقول هذه طرابلس. يعني أنت واضح، لو قال لك هذه طرابلس لم يتم المعنى، هل تقول جملة تدعوكم تقول جملة حال؟ يعني أنا عندي الخبر أهم، الخبر ركن عمدة في الكلام. يعني متى يأتي الحال؟ عندما يتم المعنى. هذه طرابلس تم المعنى داعيتكم، أما طرابلس تدعوكم داعيتكم. أنا أرى الأصل طرابلس تدعوكم، ثم جاء الشاعر باسم الإشارة تمهيدا لها، يعني لفت النظر، لفت الانتباه، حتى الإنسان يقول هذه ينتبه، يرعي سمعه. ماذا سيقول المتكلم بعد اسم الإشارة؟ واضح؟ حتى لا يفوته شيء. ولكن سيدي، في قوله تعالى على لسان زوجة إبراهيم قالت: وهذا بعلي شيخة، يعني هنا جاءت فيه على أنه حال، لم تقل هذا بعلي شيخ
بس أول شيء انتبه، هلا يعني بدك كما قال لكل مقام مقال. عندما جاءتها البشرى، لاحظ وهي تكلم الملائكة، ألا يعرفون أن هذا بعلها؟ تمام، إذا ليس المقصود أن تخبرهم أنه بعلها، هي يعني تريد هنا تقول لهم يعني انظروا بعلي شيخا، يعني وإن أن القصة فيها شيء من العجب أو الغرابة أو الدهشة، فيها شيء من الإعجاز. واضح؟ بعدين بعلي في ما تقول لهم هذا مثلا البعل أو هذا الزوج أو هذا الرجل، هذا بعلي ما به شيخا. والله أنا هذه يعني وجهة نظر، وأنتم أحرار يعني في تبني وجهة نظر. في بيت من الشعر عن القاعدة التي ذكرتها، يعني أعطونا في بيت من الشعر لا أدري من هو صاحبه، يقول: وإذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فعطف أو بدل. فهما البيت ذكروا أل فقط، إذا جاء الاسم معرف بأل. هذا المثال يعني أتذكر يعني ناقشت مع الشيخ عبد الوكيل صافي رحمة الله عليه، وناقشنا الموضوع. هذه الغالب أنه يأتي بعد اسم الإشارة اسم معرف بأل، ولكن ليس شرطا، ليس حتما. يعني مثل هذا المثال، إن هذا أخي أو إن هذه طرابلس أو غيرها من الجمل. واضح؟ تمام. طيب إن شاء الله. هل هناك أسئلة قبل أن نشرع التطبيق؟ يعني هذا ما يهمنا في اسم الإشارة، أن نعرف ما هي أسماء الإشارة. يعني هذه كل فرد منا ومن أولادنا ومن ذرياتنا يجب أن يعرف هذه أسماء الإشارة حتى يستخدمها استخداما جيدا، وهي سهلة اليوم. يعني لا نريد من كل أن يعرف والله أنه للمؤنث عند الإشارة. هذا لا يهمني، يهمني أن أعرف أنه المستخدم منها اليوم أن أستخدم بالنسبة للحرير مثلا هذه أو هذه. هذه مستخدمة في الشعر كثيرا، في بيت مشهور أخونا الشيخ محمد الموجود بعرفه في المنشدين بكثر من قصيدة، يقول لك: هذه الأناشيد أو هذه الأغاريد، هذه العناقيد من كرمي وبستاني، وهذه الأناشيد من شدوي. ما هيك شيخي؟ نعم نعم، هذه العناقيد من كرمي وبستاني. نعم سيدي. وهذه الأغاريد من شدوي وألحاني. نعم. فإذا هذه موجود، يعني هذا الشعر هذه طرابلس شعر بالياء، إذا هذه من الأسماء المشهورة هذه، وإن لم تأتي في القرآن هذه. لاحظ ربما تكون مثلا ذه التي ذكرها المؤلف ممكن على بعض القراءات ممكن تكون، يعني إحنا لا ندري ذلك. إذا هذه وهذه وتي، وهي نفسها تي أم الياء، قلنا إذا دخلت مع اللام حذفت الياء أصبحت تلك. يعني ما عندي اسم إشارة تي بالكسرة، يعني إذا أعرف اسم إشارة تي تلك ما أقول مبني على الكسر، اسم إشارة أصلاً مبني على السكون وحذفت الياء التقاء الساكنين. وهذه نقطة مهمة. بعد ذلك المثنى ذاني وذيني تاني وتيني، هذه مهمة أيضاً بالجمع المشهور عندنا هؤلاء أو أولئي. أولى هذه لغة عند ذكر المؤلف، يمكن لغة عند شو اسمها ما تميم، كان لغة تميم. والملاحظة المهمة التي ذكرتها بالأول أننا يجب أن ننتبه إن هؤلاء تستخدم فقط مع العقلاء، ما لا يعقل في الجمع عامل مع مثل المفرد المؤنث. هذه ملاحظة مهمة. وأخيرا أيضا عند المشار إليه إذا كان مفردا أو عفوا قريبا او بعيدا، هذه يجب ان نحسن استخدام اسماء الاشاره مع القريب والبعيد والوسط بينهما، ولا نخطئ في الكاف. فبعض الناس ممكن الجهل يقول الكاف ضمير متصل، للاسف يعني الشديد. واخر شيء ما ذكرناه في اعراب الاسم الواقع بعد اسم الاشاره. هل هناك من سؤال؟ نريد ان ناتي ما استطعنا اليوم من ايات قرانيه او احاديث فيها بعض اسماء الاشاره، ونعرف الجملة كاملة حتى يتضح المعنى. نبدأ نتوكل على الله. نعم تفضل سيد. يلا نريد متطوعين لأن يتطوع أولا الإعراب. نعم سيدي، وين الإعراب سيدي؟ عرض لي هذه الجملة: إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة. إن حرف مشبه بالفعل شيخي، يدخل على الجملة الإسمية. نعم ماذا يفعل؟ نعم سيدي. ما
تفضل ينصب الأول ويسمى اسمها ويرفع الثاني ويسمى خبرها. أحسنت. نعم. إن هذا الهاء حرف تنبيه. ممتاز. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع في محل نصب اسم إن. ممتاز. نعم. أخي. إن هذا أخي. أخي. إن هذا أخي. خبر ما الخبر أو بدل. إذا اعتبرنا ليس يعني لا يعرف أو يريد أن يخبره أن هذا أخوه اعتبره خبر في الحالة الأولى، أعرف أنه خبر. أكمل. أخي خبر مرفوع. نعم. سؤال مرفوع. خبرها ما أعرب خبرها يسمى خبرها مفعول به الثاني. ثاني. نعم. ما قال وإني سميتها مريم. نعم. تفضل. نعم سيدي. أخي إذا اعتبرناها خبر مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورية اشتغال محل بحركة مناسبة. نعم. والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نعم. له لام. له 29 عجاء. نعم. لام حرف جر والهاء ضمير في محل جر بحرف الجر مبني على الكسر في محل متصل مبني على الضم. له ضمير متصل مبني على الضم. له نعم مبني على الضم. نعم سيدي. في محل رفع في محل نصب في محل جر عفوا في محل جر بحرف الجر وهو اللام. نعم. له تسع. نعم. إن هذا أخي له تسعة تسع 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 وتسعون نعجة تسع. نعم نعم. تسع خبر أو مبتدأ وتسعون مبتدأ. مضاف إليها دقيقة نعجة. أين خبره المبتدأ؟ والله لا أدري بالضبط. من يعرف؟ سيد عبد الله. أبو عامر. نعم أنا أتفكر. فكر. هذا تأويل إن أخي إن أخي ها إن أخي لا. هذا. لا دعك من هذه من تلك الجملة. هذه جملة مستقلة له 99 نعجة. وأنا أردت أن يعني أنبه لأهمية تعليق الجار والمجرور. جار والمجرور خبر خبرها أخي 99 مبتدأ. إذا نقول لا الجار والمجرور. وتعليقان بخبر مقدم محذوف. نعم 90 خبر مبتدا. 90 نقول مبتدا مؤخر. نعم. عز الترتيب على هاي النقطه مهم بذكرك بامور مبتدا مؤخر مرفوع عن طرف الضمه. اكمل شيخ محمد. و90 الواو حرف عطف 90 معطوف على 9 مرفوع عن طرف الواو لانه منصرف. نعم تكون اسم معطوف على 90 مرفوع مثله أكمل. نعم. وعلامة رفعه وعلامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم أنا ملحق. اسمحوا لنا نرحب بالشيخ علي. الشيخ علي أهلا وسهلا حياك الله شيخنا الفاضل أبا خالد. الله يرضاكم. أهلا وسهلا الله يعطيكم العافية. أخركم أنا نسيت أن أذكركم اليوم. تفضل سيد تفضل. أكمل يا شيخ محمد أكمل. نعجة تمييز أخي. تمييز منصوب وعن تصبي الفتحة. طيب هنا نأخذ رأي الشيخ علي في هذه الجملة. الشيخ علي سمحت في قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. تسمعني يا شيخ؟ سامع شوي. إيه إن شاء الله الله يقويك. عربنا إن حرف ناسخ وهذا اسم إشارة اسمها مبدأ التكوف مع النصب. وأعربنا أخي خبر مرفوع خبر إن مرفوع. ما رأيكم بهذا الإعراب صحيح أم غير صحيح؟ ما أظن أخي خبر ما أظن. أي الأفضل أن نعربها بدل أليس كذلك؟ أحسن. أي نعم نعم. أردنا أن نعرب الوجهين ثم نقارن في المعنى حتى يعني يظهر المعنى أو الفرق في المعنى بين الوجهين.
إذا لاحظ يا شيخ محمد كما قلت لك منذ قليل، ليس هدف القائل أو المتكلم أن يخبر سيدنا داود أن هذا أخوه فقط، وإنما يخبره أن هذا أخوه له 99 نعجة. واضح؟ إذن نعرف، نريد أن نعربها بدل. كيف يصير إعرابها بدلا يا شيخ محمد؟ نعم سيدي، هون الشيخ الله يحفظه الله يرحمه الشيخ دعاس سيدنا، يعني أخي خبروها دعاس ولا الدرة؟ لا دعاس سيدي. وين؟ بأي كتاب عربي؟ هو هذا بإعراب القرآن سيدي. شيخ عزة عبيد دعاس له كتاب إعراب القرآن؟ شيخ عزة عبيد دعاس مع بيت سيدنا أخو أحمد ما شاء الله. يعني هو يا أبو تابي نعم. وارد الخبرية، لأنه فرضنا إن هذا أخي، يعني جملة خبرية هذا أخي، نعم، وتبقى جملة له 99 نعجة، شو بنعرفها الجملة هي؟ هو خبر ثاني على الحالي، نعرفها خبر ثاني. أيوة حتى يتم المعنى، يعني يريد المتكلم أن يخبر سيدنا داود أن هذا أخوه أولا، ثم أن هذا أخوه له 99 نعجة، يعني هذه زيادة الخبر. والله أما إذا بدلا، أرجع أن يكون أخي بدل. نعم لأنه يقول إن هذا له 99 نعجة وأنا لي نعجة. نعم هذا كلمة أخي المعنى واضح. نعم إن شاء الله أن نبين الإعراب. الإعراب ماذا يصبح يا شيخ محمد؟ إذا قلنا أخي بدل من هذا نقول منصوب، وعلى نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. نعم سيدي. مفهوم يا شيخ محمد؟ نعم. وياء المتكلم متصل في حال جلب ضرر. طيب جزاك الله خيرا. نأخذ مثالا آخر. أبو عامر. نعم. البيت الذي ذكرناه منذ قليل، فقال أيا رباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه تل ليلة اللحمة. أعرف الجزء الأخير، لا تحرمه تل ليلة اللحمة. تفضل. لا نافي لا عمل لها، لا تحرم عفوا، ناهي لا أيه؟ ناهي حرف جزم. ايه ولا نسميها لا دعائي، نسميها لا دعائي لانها من الادنى نحو الاعلى. نعم ويدعو الله عز وجل. اذا لا دعائيه، ناهي دعائي. تفضل. تحرمه فعل مضارع مجزوم وعلام جزمه السكون، مجزوم بلا وعلام جزمه السكون الظاهر على اخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نعم. والفاعل أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وجوبا تقديره أنت. نعم. تاء اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية. ممتاز. بطل بارك الله. ليلة بدل. نعم. بدل منصوب مثله، وعلى بدل اسم إشارة منصوب مثله، وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على وعلى نصبه الفتحة تو الظاهرة على آخره. نعم. وأين نعلق الظرف؟ الظرف متعلق بتاء بالفعل تحريمه. أحسنت. نعم. اللحمة اللحمة مفعول به ثاني. أحسنت. إذا لابد أن نقول في الهاء في محل نصب مفعول به أول. أكمل. اللحمة مفعول به ثاني. بس أنا ما بعرف هاي الألف لإيش. هلا تكمل قول لحمة مفعول به ثاني منصوب على نصب الفتحة وعلى الألف الفتحة للإطلاق. ألف الإطلاق هذه شو بدي أطلق؟ قافية مطلقة وليست مقيدة. نعم تفضل يا سيدي. عطموا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو الجماعة فاعل مرفوع على فاعل مرفوع ضمير. أول شيء نقول واو الجماعة ضمير متصل. صحيح. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. حطموا طاقاتي يعني ألف بعد واو نقول ألف فارقة. والألف فارقة. نعم. طاقاتي مفعول به منصوب على علامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثاني.
أو نقول نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم أو مزيد بين الفتاء كلاهما صحيح. نعم تفضل. هاتيك هاتيك حطم حطموا طاقاتي هاتيك. حضرت المجلس من أول يا شيخ مولا ولا ما حضرت؟ نعم نعم. وقلنا حطموا طاقاتي تلك الحياة، ماذا نعرف تلك؟ إذا قلنا حطموا طاقاتي الشبابي ما مضاف إليه مجرور مضاف إليه إيه، ولكن أول شيء تلك، إذا نعرف تلك تلك نقول مضاف إليه ولا نقول مثلا طبعا اسم إشارة هاتيك هاتيك الها للتنبيه هاتي تي اسم إشارة مبني على السكون في محل في محل جر بالإضافة والكاف للخطاب تمام. الحياتي الحياتي مضاف إليه ثاني مجهول ركز 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 بعد اسم إشارة ما في اسم مضاف إليه ما في صحيح بدل 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 اسم إشارة بدل بدل اسم إشارة بدل مجرور مجرور مثله عن جر مجرور واضح نعم. إذا قد نعم. تظهر من بعيد أن الجملة صعبة ولكنها أصبحت سهلة نعم نعم. طيب أيضا نريد أن نعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كيف تيكم، من يعرف هاتين الكلمتين جملة كاملة؟ كيف اسم إشارة اسم اسم استفهام نعم. مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ عبد الحماص اسم إشارة مبتدأ يا شيخ دكتور هنا صحيح تقدم ولكنه من أدوات الصدارة تقدم وليس مبتدأ. ماذا نعربه هنا؟ قلت كيف حالك؟ كيف حالك؟ ماذا تجيب؟ تقول لي مثلا حالي جيدة خبر معناته في محل رفع خبر مقدم. احفظ القاعدة دكتور رشاد والشباب الحاضرين، قاعدة في إعراب أسماء الاستفهام تأخذ إعراب الاسم الواقع مكانه في الجواب. أي اسم استفهام تريد أن تعربه حاول أن تجيب عن السؤال، فالاسم الجديد نعطي إعرابه لاسم الاستفهام. هذه قاعدة مهمة. أسماء الاستفهام تأخذ إعراب الاسم الواقع مكانه في الجواب، أليس كذلك يا شيخنا؟ والله ما دي سامع يا ما دي سامع يا أبو أعدك صوت عالي. نقول أسماء الاستفهام تأخذ إعراب الاسم الواقع مكانها في الجواب. وضع الصوت الآن. ما سمعت. أسماء الاستفهام تأخذ إعراب الاسم الواقع مكانها في الجواب. وضح. صحيح. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. تفضل الشيخ دكتور رشاد أعرف من أول من جديد. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم؟ ممتاز. تيكم تي اسم إشارة مبني على السكون في محل في محل رفع مبتدأ مؤخر. ممتاز. والكاف للبعد والميم ما بعرف إيه الجمع ميم الجمع. أيوة. أنت عندما تخاطب كل العفو الكاف والبعد كاف الخطاب، بس أنت عندما تخاطب المفرد تقول كيف تيك، خاطبت المثنى تقول كيف تيكما، خاطبت الجمع تقول كيف تيكم. واضح اللام للبعد، أما الكاف للخطاب. أيوة. وضحت المسألة؟